تتوالى الأزمات حتى باتت مألوفة للسوريين، فطوابير البنزين والغاز هذه ليست بجديدة، وحتى ساعات الانتظار أمام المخبز لا تحدث للمرة الأولى. حكومة النظام التي تواجه عقوبات دولية أصدرت قرارات تقضي بتعديل حصة الفرد اليومية من مادة الخبز لتسمح للعائلة المكونة من شخصين بشراء 4 أرغفة فقط خلال اليوم بسعر يبلغ 50 ليرة للربطة الواحدة وفق الدعم الحكومي، بينما تباع أرغفة الخبز في السوق السوداء بأكثر من 500 ليرة. وفيما يتعلق بمادة البنزين، تختلف مدة التعبئة بين المركبات الخاصة والعامة، فيمكن للأفراد تعبئة البنزين لمركباتهم أو دراجاتهم كل 7 أيام، بينما يختلف الأمر بالنسبة لمالكي المركبات العمومية، فأحياناً يجب أن يقفوا في هذا الدور الطويل كل 4 أيام ليحصلوا على 100 لتر بسعر يتراوح بين 250 و 450 ليرة سورية. والله وقفت بشارع بغداد 24 ساعة ما اجى الصهريش، حملت حالي وجيت هلا وقفت على بالمزة، عم تأثر تقريبا 85% اذا مو اكثر. تأثر على شغلي، كنت اشتغل طبيعي، انا سيارتي اجار وبيتي اجار وخمس اولاد بمدرسة، وهلا اذا وصلت على الدور بيجي تطلع البطاقة ما يفاتحة، كمان احتمال 99% تطلع البطاقة ما يفاتحة لانه طلع قرار جديد كل 4 أيام مرة. أنا نحن هذه القرارات وفق الوزارة يبررها محاولات الحكومة تأمين احتياجات الأسرة بشكل عادل ومنع التلاعب وتخفيف حالة الازدحام، لكن من جهة نظر الناس فإن هذه القرارات تصب في خانة تجويع المواطن لتحميله مسؤولية فشل الحكومة.